العجله نايمه فعلا. انا هطلب لحضرتك عربيه توديك المطار. انت اسمك ايه؟ صلاح. لا يا صلاح ما تطلبش، انا هقعد استنى معاك. ليه رايح حضرتك؟ اوكي. كان واضح ان العلاج بالكيماوي ده ما بيعملش اي حاجه غير انه بيبهدلها، وانا اي فرصه علاج كانت بتيجي قصادي طالما قادر على مصاريفها اقول اجرب، ليه لا يعني. رحت عامل ايه بقى يا ستي؟ بعت نصيبي في الصيدليه ورحت مودي العيال عند جدتهم ورحت واخدها وطالعين على اندونيسيا. وطبعا طلع علاج وهمي. اه طبعا اكيد. بس انا بجد مستغربه. ليه يعني؟ يعني المفروض بحكم شغلك تبقى عارف ان ده علاج مش علمي. في الظروف اللي زي دي بعد الشر عنك طبعا وعن كل حبايبك، يعني الناس بتتعلق في اي اشياء بيبقوا شايفين الوهم ده امل كبير قوي، وخرم الابره باب واسع، والمستحيل عباره عن معجزه ربنا قادر انه يحققها. طب اقول لك على حاجه، اذا كان في ناس بتراهن بالافات وملايين في برامج ولا على ترابيزات القمار، ما بالك بقى لو الرهان ده على حياه اغلى بني ادم في حياتك؟ بذمتك هتراهني عليه ولا لا؟ اكيد. اكيد مش ندمان. والله بص انا كنت هندم لو كانت جت عليا لحظه حسيت ان انا قصرت او ما عملتش اللي عليا، أو إن فرصة المكسب 1 في المليون دي ما كانتش تبقى من نصيبي. بس أقول لك كانت رحلة جميلة. أي نعم رجعت منها على الحميد المجيد، بس أدينا غيرنا جو وشفنا مناظر. والظاهر والله أعلم إن العلاج الأندونيسي ده فيه حاجة زي نسبة مخدرات كده. آه فكانت بتعمل لها دماغ حلوة. شويتين ورجعنا يا ستي بقى. وكلها وكام اسبوع وربنا ريحها. انا بقى تهتلي في الموضوع ده بتاع سنه تقريبا كده، ما فقتش منه غير على بقى المصاريف والالتزامات ومسؤوليات العيال. قمت بعت عربيتي القديمه واشتريت العروسه الصيني اللي انت شايفاها دي. مبروك. الله يبارك. ايه رايك بقى في حدوته الصيدلاني اللي بقى سواق؟ هايله. الا تنفع في فيلم دي ولا ما فيهاش اثاره؟ الفيلم هيشهرك وانت ما بتحبش الشهره على فكره. ما انت هتغيري في الاسماء بقى.